حتى نكون دقيقين اكثر استاذ احمد، نحن نتحدث عن البابا توادروس. جريدة الأهرام مثلا وهي جريدة قومية، كيف نفهم اهتمامها بهذا الأمر حيث وجدنا مثلا عنوان يقول البابا أنا في أمريكا لتفقد أبنائي ولا علاقة لي بالسياسة، وكأن أحدا اتهمه بهذا الأمر، كيف يمكن أن نفسر اهتمام هذه الصحيفة القومية الكبيرة بهذا الحدث وتصديره في الصفحة الأولى بهذا المنشط؟ في بداية كلام أنا قلت أنه لحفظ ماء الوجه لكلا الطرفين، حفظ ماء الوجه من جانب توادروس والكنيسة، وحفظ ماء الوجه من جانب النظام الانقلابي، لأنه الحشد هذا الحال لم يكن حشدا ولم يكن هناك التأييد الكافي، وبالتالي كان لازم تخرج هذه التصريحات. هذه التصريحات يعني هدفها الأساسي في تقديري أنها لحفظ ماء الوجه. توادروس بيقول أنه في أمريكا لتفقد أبنائه، ومن الذي دعا للحشد، ومن الذي كان لديه تصريحات واضحه، وكيف كان هذا الفيديو الذي رايناه جميعا واذاعته قناتكم كل القنوات الاخرى للبابا وهو يدعو المسيحيين المصريين المواطنين المسيحيين المصريين المقيمين في الولايات المتحده الامريكيه هو قساوسه التابعين له لكي يعني يخرجوا وياخذوا سندوتش وعصير وباصات هتنقلهم وحاجات بهذا الشكل. طبعا ده لحفظ ماء وجهه. الجنرال كمان يعني نوع من حفظ ماء الوجه له، انه ما فيش له استقبال من جانب حتى النواه الصلبه التي تؤيد انقلابه وهي يعني المسيحيين المصريين او قاده الكنيسه الحقيقه. نعم. اللي هو بيقول فيها توادروس كمان في التصريحات انه لا يفهم في السياسه. طب اذا كنت انت لا تفهم في السياسه، لماذا كنت في صداره المشهد الانقلابي؟ لماذا قبلت، يعني اذا كنت انت دلوقتي عايز تقنعنا بعد 5 سنين من الانقلاب ان انت ما بتفهمش السياسه؟ طيب انت في بدايه الانقلاب يوم 3 يوليو 2013 كنت في متصدرا المشهد وفي انت وشيخ الازهر الحقيقه. نعم. اذا كنتم حريصين انت وشيخ الازهر على انكم تكونوا دعويين وايجابيين لا علاقه لكم بالسياسه، او كنت عايز يتوادروا تقنعنا وتقنع المسيحيين المصريين بانك مالكش في السياسه، ما كانش ليك من الاول ان انت تحضر في المشهد الانقلابي تقول لا انا راجل ديني بعدوني عن السياسه. فلماذا كنت في صدر المشهد في 3 يوليو 2013 والان تتبرأ من هذا الامر وتقول انا ليش في السياسه؟ طيب استاذ احمد، ان كان هذا عملا سياسيا وفي الاطار وفي اطار العنوان الذي تتحدث عنه وهو عنوان صحيفه الشروق، يقول توادروس لم اتعلم السياسه ولا افهم فيها، واستقبال السيسي في امريكا ليس عملا سياسيا، كيف يمكن ان نفهم هذا التصريح؟ هل استقبال عبد الفتاح السيسي أو الحشد له في أمريكا من قبل بابا الكنيسة الأول في مصر ليس عملا سياسيا؟ ماذا يسمى إذن؟ الحقيقة أنه برضو ده يعني ضحك على الدهون، ضحك على دهون الأخوة المسيحيين الموجودين في مصر، لأنه لا بيعود لديهم ما يبرره. يعني هل ما كانش عمل سياسي أنه يخرج يقول على الاستفتاء دستور العسكر 2014 الناس تخرج تقول نعم، فإن نعم تجب النعم؟ ألم يكن هذا هو تصريح توادروس في 2014؟ ألم يكن هذه دعوة لعمل سياسي؟ الحقيقة أنهم بيحاولوا دلوقتي يعني زي ما أنا قلت في البداية لحفظ ماء الوجه، يحفظوا ماء الوجه، والتصريحات دي لا أستطيع أن أفهمها سوى أنها في إطار حفظ ماء الوجه بالنسبة لكلا الطرفين، الجنرال وعصابته التي تحكم بالانقلاب العسكري وقيادة الكنيسة التي أصبح هناك يعني شروخ كثيرة في قيادة الكنيسة. نحن نرى الآن داخل جدران الكاتدرائيات والأديرة عمليات قتل وانشقاقات وظهور كنيسة منشقة. الحقيقة انه عصابة العسكر وقيادة الكنيسة يحتاج كل منهما الآخر، وهم بيلعبوا مباراة سياسية عالية المستوى، وهذه التصريحات لا تستهدف إلا خداع المواطنين المصريين والمواطنين وأشقائهم المواطنين المسيحيين. الحقيقه انه الشعب المصري مثل المسلمين والمسيحيين بات يدرك ان هذه مناورات وهذه يعني نعم. نوع من الخدع. طيب استاذ احمد، الجنرال